استاذ منظور الليثي لم يعدوا الى هذه الانتخابات، فبالتالي اتفقوا ان هم يعملوا انتخابات رئيس اتحاد النقابات الوطنيه كمان باشراف قضائي. آه. ودي كانت اول مره في التاريخ، كانت باشراف بعض المحامين من نقابه المحامين، وهذا الموضوع قانوني او غير قانوني الا احد يعلم ان هو ممكن يطعن عليه في خلال 15 يوم. وبعدين المهم فاز استاذ هاني مهنا. فاستاذ هاني مهنا دعا لانتخابات النقيب المستقيم بما لا بالمخالفه للقانون. هو هاني بقى رئيس اتحاد النقابات الفنيه؟ بقى رئيس اتحاد النقابات الفنيه بشكل انا اشك في شرعيته، ان هو بدل ممدوح الليثي؟ بدل ممدوح الليثي، ولكن لانه ليس باشراف قضائي. كويس. فبالتالي دعا لانتخابات النقيب بما لا يقره القانون، وبالتالي دعوا هيئه قضايا الدوله التي يظن البعض ان هيئه قضايا الدوله هي غطاء رسمي لان تكون انتخابات صحيحه. ايوه. والسيد الامين العام راجل محترم جدا، والامين العام المساعد كان بيقول لهم ده مال عام، ما ينفعش تعملوا انتخابات وقد تلغى من خلال القضاء الاداري. فلما تصرفوا 100,000 جنيه ولا 150,000 جنيه ولا 200,000 جنيه ثم ياتي حكم القضاء الاداري بالغاء هذه الانتخابات، ده اضرار عمدي بالمال العام. تمام. ففوجئت ان هم لما بعتوا لهيئه قضايا الدوله، اي قضايا الدوله اشرفت على الانتخابات. فلما سالت سياده الامين العام قال لي والله احنا دعينا كاشراف. قلت له يا فندم ما هو الاشراف قبليه فيه طعون، هذه الطعون لم تشرف عليها هيئه قضائيه، هناك تزوير لمصطفى كامل انه لم يكمل فتره العشر سنوات المتصله التي تجعله يستطيع ان يترشح نفسه كنقيب. قال لي احنا ملناش دعوه، احنا لنا دعوه ان احنا رايحين نشرف على هذه الانتخابات لتكون انتخابات ناديه. طبعا دي سمه القضاء الطبيعي، عندما يكون القضاء موجود في اي انتخابات فتكون هذه الانتخابات انتخابات ناديه، ولكن دي مش معناها انها انتخابات صحيحه. مفهوم لم يشرف على الطعون. ولذلك الاستاذ مهير الحسيني رفع دعوه قدام القضاء الاداري بمجلس الدوله يطعن فيها على مصطفى كامل انه قد خالف الشروط المتوفرة في أي نقيب، لأن مصطفى كامل عضو في النقابة من سنة 2005، فبالتالي ما تمش 10 سنين لسه، بالإضافة لأن هو طلب رفع اسمه من جداول العاملين عشان يترشح عن الحزب الوطني في دائرة مصر القديمة عن كعامل عمال، وله أي دي مكتوب فيه عامل، ثم عاد ليدرك نفسه في النقابة مرة أخرى في سنة 2011 فهي غير متصلة. والنهارده انا كنت عند سياده النائب العام بقدم بلاغ بالتزوير، شبه التزوير، ان تم تقديم ورقه بيقولوا ان مصطفى كامل عضو في النقابه من سنه 2002 موقع عليها احمد رمضان سكرتير النقابه، فهناك تزوير وشبه التزوير، بالاضافه الى عدم او بطلان هذه الانتخابات من الالف للياء من خلال الطعون التي قدمت، ومين استقبل الطعون؟ فأنا أعتقد من خلال القانون ومن خلال النائب العام أعتقد هيبقى فيه مشكلة لبعض الناس. بس هو الأمر مؤسف أوي إن ده يحصل بين فنانين يا أستاذ إيمان. طبعًا يعني يا حبيبي طبعًا. يعني الفنانين دول أصحاب مشاعر رقيقة وحساسة و لا هي مش أصحاب إيه اللي دخلهم في التفاصيل الغريبة دي؟ لا هي مش تفاصيل، أنا يمكن حضرتك تلاحظ أنا تم اتهامي أكثر من مرة بأشياء الحمد لله رب العالمين إن نيابة الأموال العامة العليا برأتني منها. طبيعي. لا ما... فبالتالي انا راجل ما باخدش ولا مليم من النقابه بل اداين النقابه. فهذا الموقف محرج جدا لاعضاء المجلس الذين يتقاضون مبالغ ماديه من خلال اللجان اللي بيحضروها. انا ما باخدش، بحضر اللجان ما باخدش ولا مليم. فانا محرج، انا راجل عايز اوفر فلوس للناس اللي محتاجه فلوس زي المعاشات وزي الناس اللي محتاجه اعانات. النقابه عندكم عندها شغل كتير، نقابه ال بالظبط، وبقى في الحنفيات السرقه. ففوجئت ان هم بيتهموني اتهام اخير بقى ان انا طبعت دفاتر نسبه عشان استولى على اموال النقابه، وطبعا هم ما بياخدوش بالهم ان انا راجل احافظ على شرفي واسمي، فبروح ابلغ القيادات ان انا عملت